في شوية قرارات غبية في الكورة كده ما ياخدهاش الا مدير فني محنك محنك يعني، زي مثلا ربنا كرمك الماتش بتاع موريتانيا اللي فات وكسبت 3-0. ليه كسبت 3-0؟ عشان خاطر الماتش فتح بدري بدري وفي اول ربع ساعة جبت جون عن طريق الياس سخيري. تروح هناك بقى تهاجم؟ لا، هنروح هناك اقضيها نص ساعة كده ان احنا محتاجين نجس النب، وانا بلعب هنا في موريتانيا ومعلش العشب، وبلعب قدام فرقة عايزة تكسب وعايزة تحقق اي نقاط، فهروح العب هناك زون، وهضطر ان انا ما اطلعش علي معلول ولا حمزة المسلول في نص الملعب الا بعد اول نص ساعه كده لما نشوف جس النبض. وهنعمل ايه؟ هنعتمد على فرجاني، وهنعتمد كمان على ان الياس خيري هيعملوا ادوار هجوميه، وعيسى العيدوني هيلم وراهم، وقدام هيكون في نعيم السليتي وكمان حمزه رفيعه وسيف الدين الجزيري. بحس ان سيف الدين الجزيري هنسند عليه في الكوره العاليه، وكمان الكوره اللي على الارض احتمال ان الراجل يعمل هجمات مرتده. يعني احنا بالصلاه على النبي رايحين ندافع قدام موريتانيا، صح يا سيد منذر؟ طبعا يا باشا بندافع يا باشا قدام بريطانيا. ماله الدفاع قدام بريطانيا؟ طب انت كسبت الماتش الاول قدام بريطانيا عشان خاطر ربنا رزقك بجون بدري بدري، انت رايح تدافع ليه الشوط الاول؟ وسبحان الله بعد ما فاروق بن مصطفى طلع واحده ما تطلعش في الست ياردة، المنتخب التونسي فاق، والمنتخب التونسي بعدها رد بكره في العارضه، وبعدها المنتخب التونسي قرر ان هو محتاج نهاجم بقى. طب يا جماعه ما كان فين الكلام ده اول نص ساعه؟ طب احنا دلوقتي يعني هنخش بقى شوط تاني نهاجم بقى وخلاص بقى، هننزل نفتح الخطوط وهنلاقي معلول بيطير هنا، وهنلاقي المسلسل بيطير هنا، وهنلاقي كمان هنا نعيم، وهنا الناحيه التانيه حمزه رفيعه، وفي اوفرات هتيجي لسيف الدين الجزيري بالزوفه. نهدى كده شويه ونخش الماتش كده الشوط الثاني، يعني عايزين نكسب بس مش هنبيع الخطوط قوي كده، احنا بنلعب برده قدام منتخب محترم. يا اخي فيك سماجه زي سماجه حسام البدري بالظبط، وفيك شويه تحفظ زي حسام البدري بالظبط، وانت رايح تلعب فرقه زي موريتانيا ومحتاج انك تكسب علشان خاطر تطير ب 12 نقطه وتسيب اللي تحتك بسبع نقاط، وتبقى امنت بنسبه كبيره انك تصعد للدور القادم. لا، احنا هندافع بقى وننزل الشوط الثاني نهاجم، وهقرر ان انا اعمل تغييراتي، بس التغييرات بتاعتي نوعا ما هيكون فيها شويه يعني مجازفه كده بس على الهادي شويه. يعني مثلا هو بدا اول تغيير في الدقيقه 71 وطلع حمزه رفيعه ونزل مكانه سعد بجير، وبعد كده نزل محمد علي بن رمضان بسبب الياس سخيري، وبعد كده لا بسبب اصابه الياس سخيري اسف، وبعد كده وهاب الخرزي مكان نعيم السليتي، وفي الدقيقه 88 فخر الدين بن يوسف مكان سيف الدين الجزيري، وفخر الدين بن يوسف ضيع كره الماتش. يعني بعيد ان ربنا كرمك وقررت ان انت تهاجم الشوط الثاني، عملوا كل حاجه في الكوره الا التوفيق بتاع ربنا، اللي هو سبحان الله. يعني تونس يوم ما قررت ان هي تسيب خط الدفاع وتنزل تعمل نص ساعه هجوميه قويه جدا، عملوا نص ساعه حلوه جدا 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 مع شويه فرص كتير، والفرص الكتير دي ما كانش في حد قادر ان هو يستغلها، وشفنا ان في كور كتير قوي بتضيع حوالين مرمى موريتانيا، وشفنا في تالق غير طبيعي برضه من الحارس ابو بكر ديوب اللي فجاه قلب منه النار النهارده قدام المنتخب التونسي، علشان خاطر المنتخب التونسي يلاقي نفسه وسط الكوبليه بتاع الراحل عبد الحليم حافظ طريقك مسدود ومسدود يا ولدي، وهتطلع بالنقطه غصب عنك يا ولدي قدام فرقه زي موريتانيا. وعايز اقول لك عزيزي ان لو السيد منذر الكبير كان بدا المباراه بطريقه هجوميه، وبدا المباراه بحيث ان انا ما يهمنيش بلعب قدام موريتانيا في ملعبها ولا لا، انا نازل اكسب، كان خلص الماتش بدري بدري. انما التحفظ الغير طبيعي اللي انت كنت عليه الشوط الاول هو اللي سبب لك ان انت الشوط الثاني يوم ربنا كرمك وعملت حالات هجوميه، الكره عطت لك البال فقالت لك مش بمزاجك، انت مش هتقرر تهاجم بمزاجك وتدافع بمزاجك، لا الكرة ليها احكام يا عزيزي، واحكام الكرة النهاردة اضطرتك انك تطلع خسران نقطتين بقى، والبس يا معلم، انت كده كده الجمهور التونسي ما بيحبكش، والاعلام والصحافة التونسية مش مقتنعين بيك، والبس من هنا للصبح انتقادات، وبصراحة انت ابن حلال وتستاهل كل خير. لعجبك الفيديو يا استاذ؟ انا ابن حلال برضه، واستاهل انك تعمل لي لايك او تعمل لي ديسلايك لو الفيديو ما عجبكش، او تقول راي ايجابي او راي سلبي او